في ناس مساكين بلا سنين لهم أموات ولا عايشين، جروح وآلام حلال وحرام، دموع وبقايا بني آدمين، وناس وناس مدفونة بالحياة، وناس عيانة من خيرايا، وناس مدفونة بالحياة، وبين برا وبين جوا يا دوبك دخلت اسأل واطقص كأني بزور، وبين برا وبين جوا يا دوبك سور، دخلت اسأل واطقص كأني بزور، لقيت عالم شمال ويمين وناس عايشين ولا المساجين، لقيت عالم شمال ويمين وناس عايشين ولا المساجين، سألت أنا فين؟ قابلت حاجات وشفت حالات تهز القلب من جوه، راجل مسكين فوق السبعين يا عيني لا حول ولا قوة، ولاده اللي كبرهم شيطان المادة غيرهم، ولاده اللي كبرهم شيطان المادة غيرهم، ورفعوا عليه قضية حج، تعالوا يا ناس وشوفوا الفقر، ولما دخلت عنبر الحرمات قابلت ست قد امي في عينها دموعه الموضوع، لقيت موضوع زاد همي، قالت لي ابني شربني واخد الشقة وضربني، قالت لي ابني شربني واخد الشقة وضربني، رمينا يا ناس مع السلبر ودمت على الراس في الارض، كانوا المجانين عليها حد وهي معاهم بقالها سنين، يا ويلهم ده يوم الدين، وفجأة لقيت قصادي انسان قالوا لي ده كان صاحب عزوة ومالو نفوس صباح منبوز وكله ضاع عشان ناسه، عشان بنتي في مقام بنته عشان اباعي اللي حيلته، عشان بنتي في مقام بنته عشان اباعي اللي حيلته، ولما ضاع وملقاش حل ومد ايديا ناس وانزل، فقد عقله وعجز وانشل وهو مرمي الشباك، صريخ من بنت حبسنا خاطبها كان زين الشبان لكن قتلوه قصاد عينا، خمس شبان من سنه وحاولوا يخطفوا منه، خمس شبان من سنه حاولوا يخطفوا منه، دفعنا ومعهوش حد وطبعا هما كانوا اشد، ولما دمه سحى الارض بقت طولتهم على شل تفكير، وشاب حزين لكن مسكين بيضحك ده.